محمد علي. بارك الله فيك طارق، بارك الله فيك يا ام انس. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت الشيخ، ما هي حكم ازاله الشعر بالليزر في اماكن العوره عند طبيبه مسلمه؟ والله يا اختي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل الى عوره الرجل، ولا تنظر المراه الى عوره المراه. فهذا الاصل ان المراه لا تنظر الى عوره المراه، ولا ينظر الرجل الى عوره الرجل، ولا الى عوره المراه، ولا تنظر المراه الى عوره الرجل. ويا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم مريشا. حتى ولا احتاجت المراه ازاله الشعر ضروره يعني؟ ما هو دعيني اكمل. قال تعالى: يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما. فنظر المراه الى عوره المراه حرام الا للضرورات. اذا كنت ترينها ضروره فلا باس، ليست بضروره ابتعدي عنها. سلمك الله.